يعطيك العافية يا محمود. الله يعافيك عم يونس. شلون؟ إن شاء الله عجبك الشغل؟ لا بأس فيه، حلو. إمتى حتخلص الشغل؟ يعني إن شاء الله على الساعة 5. أصبح بس تخلي سكر الباب منيح الله يرضى عليك، لأنه عندي مشوار ضروري المساء، ما بدي أمره لعندها. هي على راسي. سيك. وهي أجرتها. يسلموا إيديك عمي بيونس، الله يعوض عليك. بس بدي أسألك سؤال عمي بيونس، إذا ما فيها مأخذة. تفضل. يعني عندك شي شغلة تانية بعد ما أخلص المحل؟ لا والله يا ابني، أنا آسف ما عندي. تصدق بالله يا عمي بيونس، صار لي شهر ما اشتغلت غير واجهة المحل، الله وكيلك. بيفرجها الله يا ابني، يلا خاطرك. الله معك. يا الله. محمود، روح لحق، روح. خير جبا. لك تركس قدام البيت لحق يدو لكم البيت، روح. خلي عينك على المحل الله. روح لا تكن هم. طيب شلون هيك بدكم تهدوا البيت فوق الغراض؟ طولوا بالكم شوي حتى نتفاهم. ما بنقدر نطول بالنا اكثر من هيك، بعثنا لكم انذار من 3 ايام ولهلا ما فضيتوا، شو ممكن نعمل بهالحاله؟ طول بالك يا اخي، كم يوم تانيات شو بصير يعني؟ جوزي رافع دعوى على البلديه واكيد رح يربحها. ما بقدر يا اختي، لذلك بعد وهيك خلينا نشوف شغلنا الله يرضى عليكم. يلا يا ابو يوسف هدوا خلصنا. لسه بيقول له هد، شو ما في على فالك غير هالكلمه؟ طول بالك يا اخي، فوتي اختي لجوا، فوتي امي. لك شو فوتوا لجوا؟ ما بتعرف بدنا نهد؟ بيتكم مخالف ومن زمان لازم ينهد. يا اخي مهلنا كم يوم لحتى نتصرف؟ نحن رافعين دعوه بخصوص. ما بقدر يا حبيبي، معي امر بالهدم اليوم، يعني اليوم. لا حول ولا قوه الا بالله. اخي فيني احكي معك كلمتين على انفراد؟ شوف حبيبي، اذا بدك تقول لي واسطه ما واسطه انا ما بفهم بشيء، انا عم بقوم بواجبي وضميري مرتاح. لا مو مشان هيك اخي، تعال معي شوي. خير شوفي. مسيك لك 500 قليل كتير. الله وكيلك، ما معي غيرها، لو معي غيرها لعطيتك. ماشي الحال، اصبح رح اجل الهد يومين بس، ما بقدر اكثر من هيك، بينخرب بيتي. شو عم بقلك؟ ماشي الحال، كتر خيرك اخي. يلا مدوا ايديكم تعشوا معي، ليش ما عم تمدوا ايديكم؟ صحة وهنا، ما في نفس. هو الحق معي، يلي صار والله بصد النفس. بس اطمنوا، ما بيصير الا الخير ان شاء الله، والجماعة اللي فوق ما رح ينسونا، يعني مو معقول يرموا اسرة كاملة بالشارع. بقى لا تشغلوا فكركم وتنهموا، محلولة. بس اليوم كانوا رح يهدوا البيت لو ما اجى محمود وتصرف. طيب كنت قل لهم انه نحن رافعين دعوة على البلدية؟ قلت لهم، ما ردوا. معناته أكيد هدول عم يلعبوا بأعصابهم. بس تاني مرة إذا أجوا خبروني فورا، لأنه بخاف ما تقدروا تتصرفوا بغيابي. ودخلك شو صار بالدعوة؟ ماشي أم محمود ماشي، وبكرة بإذن الله رح أدخل على مديري مشان يعطيني توصي للقاضي. عم يقولوا لي إنه صاحبه كتير وما بيرفض له طلب. كلي بابا كلي، إلا ما التقى لحل. لجنة المبيعات ولجنة المشتريات تغيروا عندي السنة. لا 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 تغيروا، يا ما عاد فيك تحكي مع الأستاذ عادل. اي انا بخبرك بوقته. ماشي، لا بخبرك وببعت لكم كتاب رسمي. يا عيني نحكي فيها. طيب اي يعني المبلغ بده دراسي. خلاص تكرم عينك، مع السلامة. خير أبو محمود في شي؟ عفوا سيدي، بدي أذكركم مشان القاضي أستاذ فياض. شبه؟ سبق وقلت لكم إنه قلي دعوة عنده. دعوة شو؟ دعوة رافع ضد البلدية مشان هدم بيتي سيدي. إيه 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 تذكرت، أنت سبق وحكيت لي هيك. وشو اللي مطلوب مني أنا؟ بدي لو سمحت كتاب توصية من جنابك، لأنه بكلمة صغيرة منه بتنحل قضيتي فورا. أبو محمود أنا بكتب لك رسالة ما بقصر، بس شو بدي أقول لك، مثل ما بتعرف هذا قضاء، وكل شيء بيقدر يتواسط فيه الإنسان إلا القضاء.
هو معك حق استاذ يحيى، بس انا ما عم اطلب منكم تتواسطوا لي عنده، انا صاحب حق، واللي عم اطلبه منه هو انه يسرع بفصل الدعوه، وغير هيك ما بدي، لانه ورشه الهدم رايحه جايه لعندي ومصر على الهدم. امبارح سيدي امبارح بالذات كانوا رح يهدوا البيت فوق راسنا لولا لطف الله. شو هالحكي؟ معقول؟ ايه والله يا سيدي. لا 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 لا، هذا الكلام ما بينسكت عنه ابدا. انا بدي اوجه لك كتاب توصيه للاستاذ فيار، واكيد لما بيشوف اسمي ما رح يقصر معك ابدا. كتر الله خيرك يا سيدي ويخلي لك أولادك يا حق. أخي العزيز جناب القاضي المحترم الأستاذ فياض. أخي العزيز جناب القاضي المحترم الأستاذ فياض، نرجو منكم مساعدة حامل هذه الرسالة لأن أمره يهمنا كثيرا وقضيته عادلة. واسلموا لأخيكم المخلص يحيى معيوني. بقى حطوا ايديكم ورجليكم مي باردة، وبإذن الله المسألة رح تنحل بهاليومين. اجت ورشة الهدم اليوم؟ ما اجت. اطمني ولا رح تجي. وينو محمود؟ ما بعرف. قال في واحد وعده بشغل ويمكن رح يشوفه. ها؟ اجا محمود. مساء الخير. اهلين بابا، مساء النور. اهلين امي، شو صار معك؟ لقيت شغل؟ لا والله، قال ما في شغل قبل اسبوعين. تعا بابا تعا تعا اقرا الرسالة. شوفي فضلنا البيت زي بتريدوا بدنا نهد. لك طولوا بالكم يا جماعة، شو تهدوا؟ شو شغلة فوضى؟ ما في شي اسمه فوضى. أنا معي أمر رسمي بالهد وعليه 5 أخدام وخمس توقيع كمان. ولك يا عمي فهم علي، عم بحكي عربي. نحن رافعين دعوة على البلدية، يعني البلدية خصمي. بقى شلون بدكم تهدوا لي البيت والقضية لسه ما انتهيت؟ فوتي جيبي إضباط الدعوة يا محمود، الله يرضى عليك. فوتي أخي لا تلعيلي قلبي، الله يرضى عليك. بدكن تفضوا الاغراض ولا نهد البيت فوق الاغراض؟ لك شو ما بتخاف الله انت؟ تفضل شوف بعينك، هي اضبارة الدعوة. تفضل شوف شو مكتوب هون، الجلسة يوم التنين. حبيبي هذا الكلام ما بينصرف عندي، اذا ما هديت باكل عقوبة مرتبة. طيب وينك؟ مهلني اليوم وبس، وبعد هاليوم نحن بامرك. منيح هيك؟ شوف هلا الساعة 9:15، رح اعطيك مهلة للتنتين ونص، وبدك تجيب لي امر بتوقيف الهدم، وانا باخذ عدتي ويا دار ما دخلك شر. بس لا تنسى ان احنا قاعدين هون عم نستناك. ماشي الحال، كتر الله خيرك. تعولنا برات شاي تقطع حلقنا. تكرم عينك. صباح الخير. اهلين. بقدر اشوف الاستاذ فياض؟ مو هون. بس انا معي كتاب توصيه من رفيقه الاستاذ يحيى ولازم اوصله يا ضروري. اخي ان شاء الله يكون معك كتاب من الوزير، عم اقول لك الزلمه مو هون. طيب وين راح؟ بيطول ليرجع؟ سافر. لوين سافر؟ سافر على ماليزيا، بده يحضر مؤتمر الرحمه فوق القانون. اللهم منك الصبر وعليك الاتكال. وبعدين شو بدي ساوي يا أخ؟ ساعتي مشان الله بدهم يهدوا لي بيتي اليوم. والله يا حبيبي أنا ما بيطلع بيدي شيء، الشغلة كلها بإيد القاضي، والقاضي طار مبارح. طيب والحل؟ بسيطة ولا يهمك، أنا بلاقي لك حل. شو هو دخيلك؟ بتروح هلأ فوراً دغري على الحارك لعند رئيس البلدية وبتكتب طلب تظلم. شو بدي اكتب فيه؟ ما عليك انا بكتب لك اياه. الله يجزيك الخير يا سيدي. بس هاي القصة بتكلفك 150 ليرة. ها ما مو مشكلة. مو مشكلة يا حبيبي، مو مشكلة. شو وين 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 طاحش؟ بدي شوف رئيس البلدية ضروري كتير. الله يخليك. دقيقة شوي، تذكرتك
انت امبارح اللي فت لعنده بدون ما تاخذ اذني. الله وكيلك، هي اول مره بجي فيها لهون، بقى خليني ادخل لعنده. الله يخليك، مستعجل كثير. يعني مو انت اللي دخلت؟ لك يا اخي والله مو انا، بقى خليني فوت لعنده اذا بتريد. وشو بدك منه؟ بدي اقدم له هالكتاب. بدهم يهدوا لك بيتك؟ ايه والله يا استاذ بدهم يهدوه. وليش بدهم يهدوه؟ اخي القصه طويله، صارت الساعه 12:30. خلصني، خليني اياك، خليني فوت لعنده. يا اخي تكرم عينك، لو كان هون كنت دخلتك لعنده فورا. ليش وينه؟ مسافر. وين مسافر؟ على استراليا، امبارح سافر بالليل، بده يلقي محاضره بمؤتمر تخطيط المدن. طيبوا العمل هلا، ورشه الهدم قاعده قدام بيتي. ولا يهمك يا سيدي، انا تعاطفت معك وراح اخدمك لوجه الله، لا جزاء ولا شكورا. يا سيدي بكون ممنونك طول العمر. بتروح فورا على مديرية الهدم والترحيل وبتقدم طلب تضرع وتوسل للمدير، إذا اقتنع فمن حقه يوقف لك الهدم فورا. شكرا حبيبي، شكرا، يكتر خيرك. وين الولد اخي؟ شو وصلوا لهلا ما رجع؟ طول بالك إلا ما يرجع، لسه في وقت. إيه أنا وقتها؟ إيه صار الساعة واحدة إلا ربع، بالمشرمح هداية خلانا. يا أخي والله معك حق، بس لسه ما صارت 2:30. حاضر، سوينا ركوة قهوة طقطع حلقنا. إيه بأمرك. سادة، ها؟ مرحبا يا اخ. اهلين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي اقابل رئيس الدائره لو سمحت. مو هون، مو هون، اليوم طار. نعم، نقلوه من وظيفته يعني؟ شو نقلوه ما نقلوه؟ معلمي ما بينتقل، مبسمر بمحله. طار يعني سافر بالطياره. لوين؟ على اذربيجان. بده يحضر ندوه علميه بعنوان الهدم بالانفجار دون غبار. طيب مين بنوب محله؟ ما بعرف. على حد علمي ما حدا. طيب شو بدي ساوي بحالي أنا هلا؟ ليش، شو مشكلتها؟ بدهم يهدموا لي بيتي وورشة الهدم واقفة على الباب. الله يساعدك، بتصدق زعلتني ومشكلتك عويصة. رحت عند رئيس البلدية شي؟ ايه رحت وما لقيته، بقى شو بدي ساوي؟ ما عاد عندي وقت منوب. الله يخليك. بهالحالة مالك إلا تروح لعند مختار الحارة. مختار الحارة؟ ايه ايه، لأنه القانون بيقول يحق لمختار الحي أن يوقف مبدئياً هدم أي مسكن يقع في حدود مختارته لمدة 24 ساعة ريثما تتم معالجة الأمر. بقى روح دبر راسك قبل ما يوقع الفاس بالراس. كتر الله خيرك، السلام عليكم. مع السلامة. شكرا يا أخي، الله يعافيك. سهلة. حضرتك المختار؟ لا، شو المختار، انا ابن البكر، شو بقدر بخدمك؟ البلديه بدها تهد لي البيت اليوم، وقال المختار بيطلع بايده ياجل الهدم 24 ساعه. مزبوط، بس هذا ابي مو انا. وينه ابوك؟ عزموه للاشتراك بمؤتمر المخاتير المقام بقبرص تحت شعار مؤتمر المخاتير للحداثه والتطوير. طيب ما بتقدر تعطيني كتاب حتى؟ والله ما بقدر، يعني بدك تعذرني لانه شغله خراب البيوت من اختصاص ابي مو من اختصاصي. مرحبا حسين. اهلا. بدي سجل الولد دخيل عينه. 300 ليره حبيبي. ايه على عيني.
أب محمود شو عم تعملون انت؟ بدي اخذ ورقه من المختار حتى يوقفوا لي هدم البيت. يوقفوا لك هدم البيت؟ ايه طعمك حجه والناس راجعه بيتك صار على الارض. شو الحكي؟ ايه لك مرحبا معلم. اهلا وسهلا. بيت سايبها وين بالله؟ باخر الحارة على ايدك يسار. هاي الحارة؟ ايوه. شكرا. وينو محمود؟ ليكو جاي. مرحبا يا بي. تفضل يا مو. مالي نفسي اكل شيء. بدي امد ايدي. وانا كمان مالي قدران احط لقمة. ما بصير هيك يا جماعة، ما أكلت شي من الصبح. مرحبا. أهلين. أهلين. مين محمود شاكر سايبها؟ أنا. ولك يا رجل وينك أنت؟ وينك دوختني عليك؟ سلام عليكم. شو عم تعزلوا؟ خير أخي، شو بدك من ابني؟ ما بدي شيء، بس عنده مذكرة تبليغ. تبليغ شو؟ إذا أنتوا نسيانين، نحن ما بننسى بنوب. لك هلأ خلصني يا أخي، تبليغ شو؟ عنده مذكرة تبليغ مشان خدمة العلم. شرف أخي. تفضل. تفضل مد إيدك، خلصني. السندويشة إلى صاحب.